قلت ايمان ده يمكن صوت سمعت، ناخذ الحل نشوف الحل. هذا هو حل السؤال، اذا تحبون تعدلون عليه الاسايمنت الواجب هذا الحل مالته. شوفون شلون هنا قبلها كان مخطط، هو قبلها خلينا ناخذ السؤال، خلينا ناخذ السؤال قبلها. كان عندي هذا صيغة السؤال اتفقنا عليها، solve the following problem using backtracking search algorithm، حل المشكلة التالية باستخدام الباك تراكينج. مثل ما قلت كل مرة هو نفس الصيغة مال السؤال، لكن أغير اسم الالجوريثم الخوارزمية، يعني راح ناخذ عدة خوارزميات عدة طرق بالبحث عن الحل. فهذا كان، وذكرت الجول هو اليو هنا. هسه نجي نشوف الحل، تريس شلون يصير الحل، حتى اذا واحد عنده خطا شوي يعدل الخطا مالته. بالتريس عندي اربع ملفات رئيسيه، خلينا نقول الكرنت ستيت هنا الترتيب تقييم الخطوات، نبتدي من الصفر الايتريشن. اوكي عندي اربع ملفات، الكرنت ستيت الحال الستيت الحاليه اللي اختبرها، الستيت ليست قائمة الستيتس، وهنا تحتوي على الستيتس الصحيحة في طريق الجول، وبالتالي من يكمل واصل إلى الجول راح أشوف آخر طريق شنو الستيت الموجودة به، هذه راح تمثل هي طريق الجول. أوكي زين، الملف الآخر اللي هو نيو ستيت ليست، هذا يحتوي على طابور من الستيتس اللي تنتظر دورها في عملية التدقيق، يعني ينتظرون يكون الستيس هنا في هذا الملف. الملف الأخير أو المصفوفة الأخيرة date end، هذا يحتوي على الستيس ذات النهايات الميتة، الستيت الميتة غير يعني date end نهايات ميتة اللي لا هي الجول ولا أحد أبنائها أو أحفادها هو الجول، لذلك خليها هنا انزلها. فهنا بالبداية اختبرنا الاي، هل عفوا اختبرنا الاي، اخذنا الاي نقلناها للكرنت ستيت اللي ندققها حاليا، هل هي الجول؟ ليست هي الجول. اذا هل لديها ابناء الاي؟ نعم اتى ابناء. منو ابنائها؟ اللي هم الاي والبي. انا هذه هم انطي هنت للطلاب الغائبين حقيقة، دول ابناء الاي اللي هم البي والسي والدي، لذلك ما خليتها بالديت اند. ليش؟ صح هي مو جول، لكن قد يكون احد ابنائها اللي هم البي والسي والدي هو الجول، وبالتالي لازم احتفظ بها. لذلك احتفظنا بها وين؟ احتفظنا بها بالستيت ليست. اوكي، وبالنيو ستيت ليست اخذنا ابنائها على يسارها، خلينا كتبنا ابنائها على يسارها اللي هم البي والسي والدي. اوكي، فاجينا حسب الخوارزميه الاقرب من جهه اليسار اول واحد اللي هو البي، نقلنا الكرنت ستيت دققنا، مو هو الجول. هل لديها ابناء؟ نعم لديها ابناء، وبنفس بما ان لديها ابناء اذا خلينا الى جنب الاي على يسار الاي بالستيت ليست، لان قد يكون احد ابنائه هو الجول، لذلك احتفظ به كاحد الطرق للجول، كاحد مكونات الطرق للجول. ايضا ضفنا ابناء على يسار اللي هم الاي والاف، ضفناهم على يسار البي. اوكي، وايضا نختبرهم ذولا، اذا كان الاقرب الاول اللي هو الاي، هل الاي الجول؟ مو هو الجول. هل لديها ابناء؟ نعم ضفنا ابناء على جهة اليسار. وصلنا الى ان وصلنا المن الى الكي، هل الكي هو الجول؟ لا الكي مو هو الجول، لكن الكي عنده ابن اللي هو الاس. اوكي، بعدين رجعنا الى الال ايضا مو هو الجول، ولدنا الال عنده ابن اللي هو التي، تمام لولا حسب هذا الرسم. هذه اخذناها من جهه اللي اخذنا الاي البي الاي، بعدين اخذنا الكي، بعدين اخذنا الاس. شوف الاس هنا، الاس هل هو الجول؟ مو هو الجول. هل لديه ابناء؟ ما عنده بعد مستوى اقل من، اذا ايش بيه الاس؟ شو اقول عليه الاس؟ طلاب حليته، شو اقول عليه الاس؟ ديد اند، ممتاز ديد اند نقطة ميت. لكن شوفوا لي، بما انه الاس هو الابن الوحيد للكي،
والكي ليس هو الجول. إذن شو أعتبر الكي؟ شو أعتبر الكي هسه هنا بهالحالة؟ هم ديد إند. هم ديد إند. والإس. إذن بإمكاني أشيله هو والإس مرة واحدة مو على مرحلتين، وأخليه وين؟ في الملف ديد إند، الملف الآخر اللي هو ديد إند. ولذلك شوفوا هنا من وصلت إلى الإس واختبرته، من وصلت إلى الإس واختبرته صار عندي، شوفوا هنا هذا الإس اختبرته، وصلت إلى الأل طبعا اللي هو ابنه، نقلتهم اثنيناتهم هنا، تشوفون شلون الإس والكي صاروا اثنيناتهم ديد إند، الأب والابن هم ديد إند نقطة ميتة، لذلك بحركة واحدة بعضكم يقول استاذ صارت عندي 16 خطوة يجزئها، يعني أول مرة يخلي الأل بعدين يخلي، ممكن هم صحيح لكن عدد الخطوات راح يكون 16 خطوة، لكن احنا هنا نقلناها انتقالة واحدة، نقلنا الاس والكي انتقالة واحدة وخليناهم بهذا الحالة. اوكي بعدين رجعنا مرة ثانية، الكي عند ابن آخر، العفو الاس الاي، العفو الاي عند ابن آخر اللي هو الال غير الكي، هسه الكي هذا الغصن انتهى، هذا الفرع. زين نرجع مرة ثانية الباك تراكينج، يسوي رجوع خلفي الى الاي، راح نشوف الاي عند ابن اسمه ال ماشي، والال هذا عند ابن اسمه تي، اذا راح نختبر التي نقطة ميتة والال نهاية ميتة طبعا، اذا معناته شنو؟ معناته الاي ايضا نهاية ميتة، لان اخذنا كل ابنائه وكل احفاده شبيهم مو جول، اذا هذا الاي مع أبنائه ومع أحفاده هو شبيه نقطة ميتة ما قاد إلى الجول، طبعا الجول مالتنا اليو هو، أوكي؟ لذلك وين نجي هنا؟ نجينا هنا من اختبرنا التي وما طلع التي هو الجول، مرة واحدة نقلناهم ثلاثتهم اللي هو الأل والتي، بس هنا أكو ملاحظة مهمة جدا أريد تنتبهون عليها وصلحوها، هنا جت سهوا، لازم نكتب من هو؟ نكتب التي وبعدين الأل وبعدين الإي، طلاب عيني انتبهوا لي، هاي تعدلوها، نكتب اول شيء ورا الكي التي اخر واحد فحصناه، بعدين ابوه الال بعدين جده الاي، اوكي هاي انتبهوا لها. هذه ننتبه لها شويه، زين بعدين نكمل السؤال بالنسبة لنا احنا هنا راح يكون نكمل هنا نرجع مرة ثانية المين. شوف الله هنا طلاب عيني اكو نقطة كلش مهمة في غاية الأهمية بهذا السؤال، انه الأل مشترك ما يصير تاخذه ويا الاف مره ثانيه، مره واحده فقط ناخذه، ما يصير ناخذه مرتين الال. اوكي؟ لان مشترك هو هنا، اذا الاف راح ناخذ الام فقط نعتبره ابنه وهكذا، بس احنا هنا شو راح تكون رجعتنا؟ راح تكون رجعتنا الى البي، ليش حتى اخذ الاف؟ الاف ايش عنده؟ عنده ابن واحد هنا، ما راح اخذ الال لان الال اخذته، ليش ما اخذ الال؟ لانه راح ادخل بتكرار غير منتهي، راح يكون عندي راح يكون تكرار غير منتهي، وبالتالي ما راح يرجعني الى الحاله السابقه، لذلك هنا رجعنا مره ثانيه اخذنا الاف، تشوفون طبعا اللي انقله للديت اند اشيله من الستيت ليست، تشوفون شلون، واشيله من النيو ستيت ليست، ولذلك يتحدثن بين الملفين كل مره يتحدثن، خصوصا هذا الستيت ليست يتحدث في كل مرة، لأن هذا بالحقيقة هو شنو هو؟ هو يحتوي، هذا يحتوي على الطريق الصحيح للهدف للجول اللي يقود إلى الجول. أوكي؟ فنظل هسه راح ناخذ الـ F والـ عفوا نرجع مرة ثانية هنا أنا. إي الـ F والـ M، الـ M نهاية ميتة أيضا، ما عنده لا هو الجول ولا هو الهدف، ولذلك شو راح نسوي؟ راح نشيل الام، احنا شلنا الام
نقلناه للديت اند الام وابو الاف والبي. ليش البي؟ لان البي استنفذت كل ابنائها واحفادها هنا في هذه الحاله. تشوفون شلون هذه هذا الفرع كاملا نقلناه للديت اند. ليش؟ لا هو الجول البي ولا اي من ابنائه او احفاده هو الجول. لذلك وين نقلناه؟ نقلناه الى ملف اسمه الديت اند. هذا نرجع مره ثانيه. واضحه الفكره؟ يعني هذا كله نقلناه احنا هنا. وين نقلناه؟ هذا تشوفون شلون هذا البي وابناء واحفاده كلهم نقلناهم الى. طيب ايش بقى عندنا بعد؟ هسه نرجع للمخطط، لازم نرجع للاي حتى ناخذ السي. بعد ما كملنا هذا كله واكتشفنا انه هذا بالديت اند غير منتج، نرجع وين؟ الى الاي باك تراكنج ناخذ السي. السي طبعا السي شعتها من ابناء، السي عتها ابنين اللي هو الجي والاتش، وذولا بدورهم كل واحد عنده واحد وهذا مشترك. شوف هنا ايضا عنده مشترك البي مشترك، بس انا ما راح الحق اخذ هذه الاي الثانيه لانه راح اوصل الى الجول اليو مسبقا. راح اختبر السي واشوف ابناء السي ايضا. نرجع مره ثانيه، جت هنا السي تشوفون هاي انحذفت طبعا انشالت البي، بقى فقط الاي والسي. البي الفرع مالته انشال كله هو ابنائه واحفاده، ايضا انشال من هنا. زين انشال وانتقل للديت اند، فاجينا على السي. السي عندها هل هي الجول؟ ليست هي الجول. هل لديها ابناء؟ نعم، ولذلك احتفظت بها بالستيت ليست، احتفظنا بالسي فكانت هذه هنا موجوده. السي شنو؟ عندها ابناء اثنين، اذا مو هي الجول. خليت ابنائها على يسارها بالنيو ستيت ليست هذه. الجي والاتش منو اقرب؟ الجي. هل الجي الجول؟ لا ليست الجول. هل لديها ابناء الجي؟ نعم لديها ابن واحد اللي هو الان. جبنا الان، اختبرنا الان، هنا وصلنا الى حاله انه الان ايضا هو مو هو الجول وما عنده ابناء. لذلك سوينا هذا شلناه، الجي شلناه هو وابنه. شلناه وين؟ خليناه بالديت اند. جت هنا هذا جي ان بالديت اند. ايش بقى عندي؟ الاتش، نختبر الاتش ايضا. الاتش الابن الثاني للسي واللي عنده ابن او، فاختبرنا الاتش طلعنا ابن الاتش عنده او بي عفوا. الاتش عنده او بي ابنين، طلعنا ابناء. ناخذ الاو ليست هي الجول، ناخذ البي ليست هي الجول، ولذلك جينا هنا راح ناخذ نخلي الاو بي. ها اوكي 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 اوكي. الاتش راح احتفظ به لان الاتش احد احفاد الاتش من هو اليو اللي هو الجول، ولذلك ما خليته بالديد اند. الاتش الجي خليته بالديد اند، لكن الاتش لا، الاتش الحفيد مالته هو الجول ولذلك بقى الاتش. بالمحصله وصلت الى اليو اللي انا ذاكرها جول، راح يتوقف الحل. وصلت الى خطوه 15 لكن انطاني الاسال الطريق الصحيح للجول اللي هو الاي، اسلك الاي، السي، الاتش، البي، اليو اللي هو هذا. تشوفون شلون كل مره يتحدث هذا الاسال يتحدث بالشكل الصحيح باتجاه الجول، ولذلك طريق الجول الصحيح هو هذا الاي، السي، الاتش، البي، اليو. هذا وين صار؟ هذا المسار احتفظنا به بالاسال، ولذلك الاسال دائما يحتفظ بالطريق الصحيح للجول. اكو سؤال على هذا المثال اكزامبل؟ لا دكتور. اذا اكو سؤال يعني حتى نوضح اذا اكو فد غموض معين اذا فت. زين
طبعاً إحنا بالامتحان قد يجينا هيك سؤال وقد يجيك سؤال آخر write the algorithm اكتب خوارزمية الخوارزمية محددة أذكر لك إياها مثلاً write the algorithm of bucket tracking search algorithm إيش تكتب له؟ راح نكتب له التالي إذا يريد خوارزمية نكتب له هذه إذا الكود مال الخوارزمية نكتب له هذه الالجوريثم هذه نكتب أو يعطيني سؤال في ذا بروبلم يعطيني مخطط مثل ما هذا السؤال اللي حليناه قبل شوية هذا يعطيني مخطط أو السؤال التالي دير بالكم أنا يعني ذكرت لكم بالمحاضرة السابقة قلت لكم من الايت بازل جيم نلعبها نفتهمها هي لعبة بسيطة جدا على كل حال وهسه حاول ألعبها هسه قدامكم نلعبها وياكم حتى خاف طالب أو طالبة يعني ما متفاجئ بيها ما يعرف شلون الانتقالات حتى نشوف مرات يجيني سؤال بطريقة أخرى بالشكل التالي solve the following problem using backtracking algorithm شنو البروبلم؟ البروبلم بالحقيقة هي جيم لعبة البروبلم هي جيم لعبة وهذه اللعبة هسه هنا هذه اثنين هيك واحد هذه ترى الاثنين وهذه ثلاثة اثنين هيك صارت سهوا بالبي دي اف هذا فهنا راح باللعبة انطيك الانيشال ستيت حالة البداية للبازل زين اي حالة معينة مو هي الجول طبعا الجول حتى اذا ما انطيك اياه الجول المفروض تعرفه اللي هو ترتيب المربعات بالشكل الصحيح اللي هو واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية والمربع الخالي بالمنتصف هذا المتعرف عليه الجول بالنسبة للايت بازل اوكي هسه شلون احلل هذا السؤال اول شيء لازم العب الجيم الى ان اوصل الى الجول الهدف اوكي وطبعا من العب الجيم راح تجيني ستيتس حالات راح تجيني حالات اللعبة راح تجيني هذا الحالات شو راح اسوي راح انطيها اغمسها راح ابتدي من الاي اوكي بعدين ابناء الاي المستوى الاول البي سي شلون هسه هذا المخطط وبعدين ابناء المستوى الثاني والمستوى الثالث وهكذا بعد ما العب اللعبه واعطيها رموز ارسمها شلون هذا المخطط واخر شيء اكتب لها التريس اللي يسموه جدول التم هذا اكتب لها على ضوء الرسم اللي راح ارسمه اوكي هسه خلينا نشوف شلون نلعب هذه اللعبة طبعا المثال اللي راح اعرض لكم اياه مو على هذه اللعبة بالضبط لا حالة اخرى بدها بس هي مجرد بس اريد اشوفكم شلون تشتغلون بالجيم شلون تصير عملية الحل مال السؤال هذا اوكي فهسه خلينا نسوي مشاركة بس نقلوا لي السؤال التوم او خلوه مو مشكلة خلي ارجع مرة ثانية ايت بازل يشتغل على ايت بازل جاتكم الصورة صورة اللعبة نعم دكتور اوكي هذه حالة واضحة تشوفوها استاذ واضحة زين هذه حالة البداية الاي اللي هي initial state اللي اعطيتكم اياها وبالتاكيد حاله الجول تعرفوها هو هذا الجول بس هسه بقى شلون اوصل له لازم العب اللعبه فالحاله هذه الحاله اللي تخص هذا السؤال مو اللي تخص السؤال مالتكم حالتها بهذا الشكل راح تكون زين ف خليني ارجع مره ثانيه الصوره اي فهذه هسه هذه هنا اثنين ترى هذا الفوق دير بالكم هاي اثنين نسيت اكتبها طبعا سهوا صارت هاي هنا اثنين بالكورنر بس المربع الخالي هنا بالنص طب بالتاكيد المربع اللي بالنص هنا جوا هذا بيه ثلاث انتقالات هذا بيه ثلاث حركات اما السته اللي جوا تنزل او انه الحل الثاني من اليمين الى اليسار
من اليسار لليمين، يعني ما أجيب الستة نزلها جوا، أجيب الخمسة حركة السبعة، ولذلك راح يعطيني ثلاث حلول. الحل الأول هذا من نزلت الستة، هذا سميته بي، طبعا أول حالة سميتها أي، انطيتها رمز حتى رسمه بعدين. فالحالة الأولى اللي هي نزلت الستة انطتني هذا، هاي الستيت سميتها بي. الحالة الثانية من حركت الخمسة، هذا الستيت انطتني سميتها سي. الحالة الثالثة سميتها دي. نجي أيضا من جهة اليسار نشتغل، هنا عندي أربع حركات راح تعطيني أربع احتمالات، لكن واحد من أتى موجود أصلا. قلت لكم الحالة الموجودة سابقا ما يصير أخذها مرتين، لذلك هذا المربع الخالي بي أربع انتقالات. أما الثمانية تنزل أو الستة تصعد أو الأربعة تجيب مكانها أو الواحد يجيب مكانها، لكن إذا الستة تصعد موجودة سابقا اللي هي هذه الحالة، لذلك ما أخذها. إذا بقت لي ثلاث حالات. الحالة هذه عندما نزل الثمانية، أوكي، أو الأربعة أحركها أو الواحد أحركها، فشلون سميتها أنا للترتيب حتى ما تدوخون بيها. هذه سميتها بي واحد، ليش؟ يعني بي الأصل، بي تو، بي ثري، دول تابعين المن إلى هذا الستيت، أبناء هذا الستيت. بالنسبة للسي، السي جتني حالة، وأذكركم مرة ثانية أنه واحدة من الحالات ترجعني إلى نقطة البداية ما يصير آخذها. السي بها حركتين، إما تنزل الأربعة جوا وإما تجي الخمسة. إذا جت الخمسة إلى اليمين هذه الحالة أخذناها سابقا ما يصير آخذها. إذا عندي حالة واحدة بهذه الكيم اللي سميتها سي واحد، إذا تحركت الخمسة إلى اليسار هنا، لذلك سميتها هذه إذا تحركت آسف إذا نزلت الأربعة، أنا رحت على المستوى الأول، إذا نزلت الأربعة لي جوا، أوكي، فسميتها سي واحد. بالنسبة للدي أيضا عندي حركتين، بس الحركة الأولى ما أخذها، يعني إذا حركت السبعة هذه موجودة أصلا، فنزل الواحد فصارت دي واحد. لحد الآن أكو إشكال باللعبة؟ شلون قاعد ألعب؟ لا دكتور، بس مو زين، أنا قاعد ألعبكم بالمحاضرة، أجيب لكم ألعاب، بس هذه مشكلة دي، يعني يقول يلعبون بالمحاضرة، قاعد يلعبون لعبة جيم، ما قاعد يقولون يعني زين. بس هاي اللعبة راح تضجون من عندها، لأنه بيها شغل وبيها خوارزميات وبيها تطبيق وبيها. هي هيك دكتور سهلة وحلوة، بس بالخوارزميات كذا حتكون صعبة. تكرهوها أكيد راح تضجون من عندها، لأن الخوارزميات شوية أصعب، بيها عمليات حسابية ورياضيات وكذا وهذه، فراح تكرهوها هاي اللعبة أنا متأكد يعني. على كل حال أنا اختاريت هذه سهلة جدا طبعا، لأن الألعاب الباقية صعبة. مثلا هسه هذه أبسط حالة من هذا المكعبات اللي بيعوها بالسوق، اللي هي الاسم العلمي لها روبيك كيوب، الاسم العلمي لها المكعبات اللي تطلع صورة أو تطلع حروف أو تطلع أرقام اللي تلعبوها، ماكو، هذه اسمها روبيك كيوب. احنا أخذنا وجه واحد، طبعا كل ما أخذ لعبة شوية أصعب كل ما تتعقد المسألة. احنا مو فقط نلعب، احنا بالنسبه لنا اقل حركه هذه لازم نحسب لها حساب من ناحيه رياضيه، من ناحيه البحث، من ناحيه النتائج، في قضيه كبيره يعني زين. فهذا وجه واحد اخذنا مربعات زين. مستوى الاخر ايضا البي واحد بالامكان حركتين، فممكن اسميها بي واحد واحد، البي واحد اثنين، وهكذا وصولا الى من؟ وصولا الى الجول. هسه هذه ما مرقمها، طبعا بامكاني ارقمها، هاي البي واحد واحد تصير بي ثلاث وحدات هنا، هذه بي واحد اثنين واحد 121 كانما، اوكي، هذا شو تصير؟ هذه تصير 211 2 1 1 وهكذا، هذا تصير 311 يعني 3 1 1 بي 3 1 1 وهكذا وصولا لمن؟ الى هذا الجول. من وصلت الى الجول ما راح اسوي ادامه لهذا الستيت، لا راح اعوف، لان هذا الستيت هم فيه حركات هذه كلها،
فراح اتركها. ليش؟ لان وصلت الى هذا الجول، هذا الجول المطلوب، راح اتوقف عن العمل. لكن بالتاكيد بعد ما سويت هذه الحالات ووصلت الى الجول راح اقسمها بهذا الشكل. نفسه هو هذا الرموز اللي خليتها نفسها راح اقسمها، راح اقول اي انطتني بي، انطتني سي، انطتني دي. البي انطتني ايضا بي 1 بي 2 بي 3، كذلك الحال البي 1 انطتني بي 1 1، هذا انطتني بي 1 2، وهكذا البي 2 انطتني بي 2 1 بي 2 2، وهكذا الى اخره. مخلي النقاط بعد ما رسمت هذا الرسم اللي هو مهم جدا، ايش راح اسوي؟ راح اكتب لها التريس او الجدول اللي شافتوني اياه هسه بالحلول مالتكم. شنو التريس؟ اللي يحتوي على الملفات اللي هي الكرنت ستيت، النيو ستيت، اوكي، والديت اند. هسه وضحت الفكره شلون احل هيك سؤال؟ لو اكو غموض، لو اكو استفسار عندكم. دكتور هم هنا انت تحدد لنا الجول لو شلون بيج حاله. لا لا، الجول واضح جدا. حتى اذا ما حددت هذا الجول بابا، بس انتبهي لي، ايه هذه دكتور، الجول اي يعني اقصد يعني بدون ما تحددها، غير يعني احنا حنعرفه اي هيجي اي ناخذ اكيد اي الوقت. بالضبط بالضبط، بدون ما اعرفه. او اذا كتبت لكم هم ماكو مشكله، اكتب لكم اياه الجول، اللي هو انه تكون المربعات بالترتيب. بس لازم اعطيكم حاله البدايه، حاله البدايه مهمه جدا، لان شلون تعرفون من يا نقطه انطلق؟ نعم تمام لو دكتور. لا؟ هذا لازم اذكرها، يعني حاله البدايه. هذه عينه بسيطه على اللي راح نشتغله ان شاء الله بالنصف الثاني ان شاء الله بالذكاء. هسه ايش اريد منكم؟ اذا فهمتوا ما عندكم اي اسئله، أستاذ اريد اطلع. الجول، نعم اي أستاذ بابا، الجول بالأخير شو مو مرتب، نزل على الجول بلا أمر عليك، نزلي اوكي إيه. هسه نزله. ليش ما مرتب؟ ايش بيه هذا؟ شو تقصدي ما مرتب من الأرقام ناحية اللي ايش؟ بداخله ما مرتب، ليش؟ أنا واحد هذا 1 اثنين، 2 3 ومخلص لا اسمحي لي، إيه 1 2 3 4 5 6 سبعة ثمانية، وهذا بالمنتصف المربع الخالي. شنو المشكلة؟ نعم. وين؟ ترى مو كامل، المفروض ذا كامل الرموز هنا ايضا، تمام لا لا؟ هذا اكتبها صحيح بس على السريع شويه، تمام لانه أستاذ. زين. أستاذ هسه ايش اريد؟ نعم، إحنا هو هذا الحل اللي بالنهاية هم نقدر نرتبه، اللي هو شو تقصدين؟ من هو هذا؟ هذا في الجول. شلون ترتبيه يعني؟ يعني هسه إحنا شو نسوي؟ نجيب الأربعة بالنص، الخمسة نصعدها فوق، والستة لا همين. لا لا لا، تتوقفين بعد، من وصلتي للجول بعد تتوقفين، ما تشتغلين عليها هذا، وحتى وصلتي يصير للجول. اثنين ثلاثة أربعة خمسة وهكذا يصير مرتبات. لا هم مرتبات هسه، تقصدين هذا الجول؟ إيه حتى يصير لا يعني لا أم لا، جوار. هو مرتب، عفوا عفوا، هو مرتب هسه بعد ما يحتاج. هو هذا الجول، لازم يكون الفراغ بالنص. هو لازم يكون الفراغ بالنص، أوكي ماشي هو ماشي هذا الجول، هيك شيء هذا ماشي. الجول. اذا ترجعين للسؤال، هو هذا الجول لازم يكون هيك شيء، نعم فبعد لا أستاذ تشتغلين بيه، اذا ماشي اشتغلت بيه مره ثانيه راح يصير اشكالات. يعني ماشي. هذه اتوقف، حتى دول ما سويت لهم اي صيانه، الباقين اللي ورا الجول تركتهم لان وصلت الى الهدف فاتوقف. زين هسه اذا ما عندكم اسئله وفاهمين الموضوع، اللي اريده منكم نرجع للسؤال مالتنا، السؤال اللي سألتكم إياه، ترجعوا لي للسؤال. خلينا نسوي له مشاركة. نرجع للسؤال مالتنا هذا. هذا تحلوا لي اياه هسه بنفس الطريقه بنفس الهذا، لكن انتبهوا لي على الملاحظه التاليه طلابين، ملاحظه مهمه جدا انتبهوا لي عليها. بالحقيقه هي ملاحظات اثنين. الملاحظه الاولى، حتى تكون حلولكم واضحه واللعب مالتكم متناسق، يعني الكل بنفس الطريقه، لا شلون؟ خلينا نتفق انه المربع الخالي وين يتحرك؟
المربع يتحرك أول شيء الأسبقية للأعلى أولا، ثانيا إلى الأسفل، يعني إذا أكو إمكانية يتحرك إلى الأعلى أحركه إلى لا، إلى الأسفل أحركه إلى الأسفل، وإذا أكو واليمين يعني هذا المربع يروح مكان الخمسة، واليسار شوف وين، أعلى أسفل يمين يسار، هاي حفظوها حتى يكون حلكم كله متناسق ومتشابه. زين، مو معناته يكون متشابه حتى تنقلون حتى نساعدكم عنه، لا لا، يكون حلكم متناسق يعني يصير. زين، فيكون إلى الأعلى إلى الأسفل يمين يسار، أوكي. فهسه هنا بهذه الحالة، هسه خلينا نساعدكم بالبداية، بهذه الحالة ايش عندي حسب القاعدة؟ ما عندي إلى الأسفل، العفو، يعني المربع الخالي بإمكانه ينتقل إلى الأعلى، يجي بمكان الثمانية، والثمانية ننزلها. إذا إلى الأعلى أكو، أما إلى الأسفل ما عندي إلى الأسفل. زين؟ فبإمكانه إلى الأعلى موجودة، إذا آخذها أول وحدة من جهة اليسار أنطيها بي. هذه انتقالة إلى الأعلى، يعني شنو؟ يعني المربع الخالي يصير بالنص والثمانية مكانه، هذه أول وحدة من جهة اليسار. زين، بعدين أجي هسه المربع الخالي يروح إلى اليمين، يعني يجي بمكان الخمسة بالطرف، والخمسة تجي بمكانها، هذه من هي الحالة الثانية اللي هي سي. أوكي، الحالة الثالثة إنه شنو يروح إلى اليسار المربع الخالي، يعني يتبادل ويا الستة، هذه اللي هي الحالة الدي. وصلت الفكرة بابا؟ لو أكو غموض بيها شوية، هذه حتى الشغل مالتكم يتناسق، هو الكل يوصلون للجول، لكن عدد الخطوات راح يختلف طبعا إذا ما أخذتوها بنفس الترتيب أو بنفس التنظيم. فحلوا لي، راح أعطيكم وقت شوية تحلوا لي هذا السؤال وين توصلون بيه حتى نتناقش بالموضوع. طلاب عيني هسه هذا اريد واجب، هذا انا راح ارجع للامتحان حقيقة، الامتحان قائم، فراح ارجع اغلق الامتحان، فهذا يبقى على المحاضرة تجي ان شاء الله. اوكي، وتقدرون تتفضلون. إن اوكي شاء الله إن ان شاء الله. شاء الله، دكتور بس سؤال قبل لا تروح، دكتور تفضل أنا عيني. أولوية من قلت الأعلى، أول شيء أعلى بعدين أسفل، يمين بالمخطط مثلا يسار، اي أعلى أسفل، مثلا الأعلى وين راح نخليها؟ يعني نخليها قبل جواها لو شلون بال لا لا، المربع الخالي هو اللي راح يكون فوق، يصعد لي فوق ها الأعلى، تمام، بس المربع أنا الخالي قصدي يصعد نخليها فوق، أو بالوسط المربع بعدين. الخالي ينزل جوه، أو المربع الخالي يروح إلى اليمين يتبادل إذا أكو إمكانية، إذا ماكو إمكانية ما أقدر أطبق بالتأكيد طبعا. تمام دكتور، بس أوكي، قصدي يعني انه مثلا اليمين واليسار شلون اخليها بالمخطط؟ شلون يعني ما قلت المربع فيها انا اي بي سي؟ يتبادل، يتبادل إي يتبادل، ها إذا أريد أكتب الحالات ابتدي من اليسار، ايه من ها اليسار تمام دكتور تمام ماشي اللي هو تسلم. انطي بيه. اوكي، اهلا وسهلا، يعني تقدرون تتفضلون بابا، انا راح اكمل الامتحان يعني. مع السلامة استاذ. مع السلامه يعني.